صباح الخير. صباح الخير للناس، صباح الخير للبلد، صباح الخير لمستمعي 24 اف ام اينما كنتم في هذا الوطن الحبيب، ومن خلال موجته في منطقه الوسط 97.9 من 10 اف ام، وفي الشمال على 94.8. من خلال البث المباشر على 24fm.bs. ولمستمعينا في الإذاعات الشريكة في بث هذا البرنامج، راديو سنابل في الخليل، فرح في جنين، صبا في الزبابدة، وصوت الغد في بدية. صباح موصول لرعاة هذا البرنامج، شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، شركة حضارة، أكبر شركة إنترنت فلسطينية، شركة بي سي آي، وكلاء سامسونج موبايل في فلسطين. راح اسمك عن بالي يعني. لا ما انساكش مراد زايد في الهندسة الإذاعية، صباح الخير. في المتابعة والإنتاج منار المدني، يسعد صباحك منار إذا بتوصل. في الفرجة اليوم تالا حلاوة وهلا الزهيري. في الحكي إيهاب الجريري. أخيرا الحكومة فهمت غلطتها، فهمت غلطتها بأنه بزبطش تحول 60% من الراتب للي معاشه 2000 شيكل و 60% من الراتب للي معاشه 10,000 شيكل. بزبطش هذاك يقبض 1000 ومش عارف كم شيكل، 1400 شيكل، وهذاك يقبض 6,000 شيكل. وأساسا تعامل الناس مع الوظيفة العامة بهذا الشكل لشعورهم الكبير بالغبن، لأنه العديد منهم بيشعر بالغبن، بيشعر بالغبن من منصبه، بيشعر بالغبن من معاشه، بيشعر بأنه هو لا يحصل على حقه، وبالتالي لا يعطي إلا أقل القليل. أحكيش عن الجميع أكيد، بس بحكي عن ظاهرة يعني. وفي نفس الوقت هذا أيضا يعيدنا إلى مربع أنه ليش الإنتاجية بهذا الشكل في البلد، وليش في كثير مشاكل لها علاقة بالإنتاجية في القطاع الحكومي. الحكومة فهمت غلطتها، وهي المرة راح تحول على الأقل 2000 شيكل، يعني اللي معاشه 2000 شيكل راح يتحول كامل، وراح يتحول 60% لاحقا للآخرين، وهذا اللي كان لازم يصير من زمان. على العموم السؤال اللي بيحيرني بصراحة وإلي أكم من يوم بفكر فيه، إنه ما إجناش فلوس جديدة، ما إجانا فلوس جديدة، وإذا إجت من عائدات داخلية يعني من جوا البلد في الغالب، بس ليش حولوهم في هذا التوقيت بالذات، رغم إنه الحكاية تقول بأنه الرواتب جاهزة من أسبوع للتحويل، ولكن البعض آثر أن يبقي المعلومة سرا في وزارة المالية. أنا كنت لما حدا يكتب ملان فلوس، وين الفلوس بتروح، ليش ما يحولناش فلوس، أقولهم يا عمي مش معقول في حكومة عندها تحول رواتب ومخبي الرواتب، بزبطش يعني، هذا كأنها بتشتغل ضد حالها الحكومة. بتصير مش ممكن يكون عندهم رواتب ويخبوهن ولو ساعة زيادة، لأنه يعني الناس ضاجة معها وبدها تعيش بالآخر. بعدين كنت دائما أقول يا عمي ما مش معقول إنه في فلوس ومخبى هاي الفلوس، بس اكتشفت إنه في البعض بحب يخبيها يعني. في البعض حاب يخبيها. على العموم
الغريب بانه انا حاولت انه كمان اختبر بعض المعلومات وقلت بشكل او باخر امام بعض المسؤولين الرواتب جاهزه بس يعني مش محوله. واذ اتفاجا بالامس بانه يعني تم الحديث عنها. الرواتب جاهزه من الاحد اللي فات، الاسبوع اللي فات، يعني قبل على الاقل 9 ايام من تحويلها للموظفين. بجوز حدا يطلع يقول شو إثباتك على هذا الحكي؟ على فكرة أنا مش مضطر أثبت، وزارة المالية هي المضطرة تثبت أنه هذا الحكي مش صحيح. واحد، تنين، أنا كنت يعني بتوقع على الأقل بيان توضيحي من وزارة المالية، من أي جهة رسمية بتقول في أنت بتتفلسف علينا، بس الفيزا اللي حكيت عنها قبل يومين هاي للشغل لواحد تنين ثلاث هيك بنشتغل فيها. بس هو اصلا ليش ما يطلعش البيان؟ يعني ليش لليوم فيش توضيح؟ صحيح ديوان الرقابه اتصلوا بتبع في الموضوع، هيئه مكافحه الفساد تواصلت معنا وبتبع في الموضوع، كان هم وزاره الماليه الوحيد يعرفوا من وين اجت المعلومه، هذا همهم كان على الاقل في تواصلهم معي يعني. بس الغريب انه لليوم في صمت في وزاره الماليه، يعتقدون بانه الموضوع سيمر مرور الكرام. اذا هذا الموضوع مر مرور الكرام، انا بعتقد بانه كمان من حق المواطنين يأخذوا فيزا على حساب وزارة المالية ويصرفوا معاشهم، وبعدين الحكومة بتسد. يعني ليش ما يصرفش معاشه على الفيزا المواطن حتى لو بالماينوس وبعدين الحكومة بتسد؟ وين المشكلة؟ يعني إذا المسؤول بيطلع له يعمل هيك، بيطلع له يصرف بعدين يثبت وين صرف، خلوا المواطن نفس الشيء. المواطن لسه مش مطالب يثبت وين صرف لأن هاي فلوسه، يعني هذا معاشه. يعني أعطوه فيزا لكل مواطن على بكفالة وزارة المالية وخلي الناس في واحد الشهر تسحب معاشاتها، وين المشكلة؟ الفوائد يا معلم مين دي يدفعها؟ الفوائد مين بده يدفعها؟ البعض يعتقد بأنه البلد ما زالت غابة، ولهيك مش مضطر يوضح للناس ليش في فيزا. مش مهم. ستكتشفون قريبا أن الخلاف على هذه الفيزا أكبر مما يظن البعض. أكبر بكتير مما بتتوقع. مش كتير نحكي، وقت الأخبار مع حلا الزهيري. بعد ثواني راح تكون معكم في وقفة إخبارية. تابعونا في صوت البلد على 0-2-2-9-7-24-24 و0-2-2-9-7-11-24. اتصالاتكم ورسائلكم من جوال 378-24 من الوطنية موبايل 60-24 والواتساب على رقم 0-5-9-7-24-24-25 مع الأخبار وراجعين، خليكم معنا.